يعني هي محاضرة ولا هي ندوة ونقاش وأسئلة وأجوبة؟ وبعدين المسألة بتاعت إن أنا لما أسأل السؤال فما يتجاوبش عليا ونقول إحنا خلاص ومروحين، ما دي برضو غريبة جدا. طالما إن السؤال مش جاي على هوايا فأنا أنهي وامشي؟ طب إزاي؟ ما هو دي هنا كلها متناقضات. يعني على سبيل المثال، هو نهادة بالقمصان مع حفظ الألقاب والاحترام والتقدير، هي كمان ناشطة حقوقية بارزة، محامية معروفة، تتحدث عن الحقوق وعن الحريات وعن حريات الرأي والتعبير وحقوق المرأة، وأظن السي في بتاع نهادة بالقمصان غني عن إن أنا أقعد أسرد فيه دلوقتي، صح؟ خدت حق الكلام؟ ما خدتش. سألت اتجاوب؟ لا. ناشطة أخرى كانت من الحاضرين، يمكن أنا لعجز فيها أنا ولا ضعف فيها أنا ما أعرفش اسم السيدة الفاضلة اللي كانت بتتكلم، وكانت تتحدث باللغة الإنجليزية، وكانت بتتكلم عن إنه هو أنتم ما اديتوش الحق لنهادة بالقمصان إنها تتكلم ليه؟ وما سألت، ولما نهادة بالقمصان سألت، ده واحدة بقى بتدافع كمان عن موقف نهاد، يعني ما هياش نهاد بقى اللي بتتكلم عن نفسها، نهاد كانت واقفة فعلا في هدوء شديد ومستغربة إيه اللي بيحصل، ما هو ده مش أول مؤتمر ولا أول جلسة ولا أول ندوة تحضرها نهاد أبو القمصان يعني، فهي يعني متمرسة في هذا الأمر، صح؟ فالسيدة الفضلة اللي كانت موجودة فكانت بتتساءل، هو أنتم ما اديتلهاش الحق ليه؟ ونهيته ليه؟ وهي من حقها انها تسمع اجابه على اسئلتها. طيب سيبك من اللي انا بقوله، انا من انصار رب صوره تغني عن الف كلمه، لكن يا سلام سلم لو فيديو مصور نشوف الكلام اللي حصل النهارده كان عباره عن ايه، وبعدين نرجع بس نكمل المناقشه. وتاني انا اتمنى من الكل، مع ضد مؤيد معارض، بتحب ما بتحبش انت حر، احنا بنتكلم بالهداوه وبالعقل كده، نشوف الفيديو كده ونرجع نكمل الكلام. مزاح المرأة منفصل عن حقوق الإنسان. هنا الكلام عن علاء عبد الفتاح نفسه. هاتك في حتة تانية، هاتك في حتة تانية واسألك إيه اللي حصل. يعني دي استراتيجية معروفة جدا عشان تخلي أي تخرس أي صوت، إنك تطول في ال... أنا عمري ما شفت بانل ساعتين، نقعد ساعتين إلا ربع المتحدثين الرسميين ولا الرئيسيين، عمري ما شفت ده. جنبنا مديرة الجلسة يعني وجهت اكتر من مره ايدي ليها وما كانتش عايزه غير لما قلت لها انا عايزه اتكلم. صاحبه منك المايك مرتين، هم قلت لها مش عايزين يسمعوا صوتي، مش عايزين يسمعوا اي صوت تاني خالص، طب حين ان في متضررين تانيين يعني. طيب اظن ده كان كلام الناشطه والمحاميه البارزه نهاد ابو القمصان. هي بتتساءل على مسألة الفصل ما بين أو الفصل غير المتوازن في مسألة الحقوق في حريات الرأي والتعبير، حقوق الإنسان وحريات المرأة، عدم إعطائها حق الكلمة، إن البانل الناس كانت على البانل دي قاعدة تتكلم يا جماعة، كان قاعدة تتكلم حوالي ساعتين ونص، خد بالك ساعتين ونص دون أن يعطوا حق الكلمة للحاضرين.